وتفاصيل أكثر عن المشهد السياسي. وينضم إلينا أيضا الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. دكتور هشام، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بكم السادة المستمعين. كيف رأيت يا فندم المشهد اليوم أثناء إدلاء المصريين بأصواتهم في كافة المحافظات؟ والله أنا شعرت بالفخر الشديد إن أنا مصري ينتمي للدولة، الدولة المصرية، وإن أنا عايش اللحظة التاريخية العظيمة دي اللي هي بتبلور يعني شكل تحالف واتحاد للشعب المصري يعني حول يعني القضايا الكبرى، واللي ظاهرة دلوقتي احنا بالنسبة لنا في الانتخابات اللي احنا شايفينها الرئاسية. انا شايف ان ده مشهد يعني شديد الأهمية، وهو بالنسبة له بيعبر عن ان الدولة المصرية انتقلت نقلة كبيرة جدا وبتقدم نموذج سيحتذى به في المنطقة العربية والإقليم ككل. واحنا بالنسبه لنا كمصريين بنقول يعني دي هديه بنقدمها للرئيس القادم، ان هو بيواجه تحديات كبيره جدا، نقول له ان شعب مصر شعب عظيم، هو سيصطف حول القياده السياسيه القادمه كالبنيان المرصوص، لان هي القياده اللي هي ستدير المشهد المصري، يعني هي قياده تدير دوله كبيره بهذا الحجم وشعب عظيم بهذا الشكل. طبعا الاصطفاف اللي احنا شفناه ده ملامسه حساسيه جماهيريه، ان الناس حاسه بالخطر، عندهم وعي وفاهمين صحيح، وعنده وعي كبير جدا، وده ثمره الشغل اللي احنا اشتغلناه السنين اللي فاتت، وكان دايما بيتكلم عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح. ان احنا بالنسبه لنا ان الشعب يجب ان يكون واعي. اللحظه دي مهمه، سنقدمها للعالم، سنقدمها لابنائنا في المستقبل. شكل الدوله المصريه بعد هذه الانتخابات سيختلف تماما، الجمهورية الجديدة نعم. جمهورية تعددية تشاركية ديمقراطية، فيها تتسع الجميع، بتتسع للآراء، راقية زي ما انت شايف، مشهد انتخابي جميل، ناس مصطفة هادية حوالين اللجان، مفيش مخالفات، انتخابات قانونية، هيئة وطنية محترمة يرشف عليها القضاء بشكل كامل، كل مراقبة دولية محلية وعالمية كمان أيضا. مشهد مفرح، يعني أنت بالنسبة لك كنت تتمناه من سنين، ده بيترجم شغل جاد بقاله دلوقتي 10 سنين على الأرض صحيح. لبناء هذا الوعي، هذه الدولة اللي ده شكلها اللي هيخلينا شكلنا وفي المستقبل، حتى على الوضع الاقتصادي، على الوضع الاجتماعي، على الوضع السياسي، احنا على الحقيقة بنرسم صورة جميلة جدا بنقدمها للأجيال القادمة. وفعلا نقدر نقول ان اثمرت الدولة المصرية والكفاح اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا في مشهد احنا كلنا فخورين بيه. انت كمصري دلوقتي انت بتشاهد يعني ما يحدث حول اللجان والالتفاف حوالين الدولة المصرية وقرارات الدولة المصرية وصمود الدولة المصرية في وجه التحديات والأحلام اللي بنحلمها كمصريين بنرسمها دلوقتي ده من خلال صناديق الانتخاب. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. شكرا جزيلا.